السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله جايب لكم النهاردة حل النماذج الاسترشادية لمادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022. إن شاء الله هسيب لكم رابط المذكرة بالإجابات أسفل الفيديو في صندوق الوصف، حملوها وذاكروا منها وإن شاء الله لن يخرج على الامتحان، وإن شاء الله تدخل الامتحان وأنت ضامن 30 درجة. ويا ريت لو أول مرة تشوف القناة تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع ويكبر ويوصل لأكبر عدد من الطلبة والكل يستفاد. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف النماذج بتاعتنا. عندنا السؤال الأول، ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد قال: النعم الظاهرة هي كل ما سخره الله تعالى للإنسان في الأرض من هواء وماء وطعام. طبعا هنا عندنا الإجابة صحيحة. اتنين، معجزة موسى عليه السلام السحر. طبعا الإجابة خاطئة، ده معجزة موسى عليه السلام إيه؟ كانت العصا. رقم ثلاثة، من الإيمان أن نؤمن بالرسل والأنبياء عليهم السلام جميعا. العبارة صحيحة. رقم أربعة، الله تعالى هو الرازق والمنفرد بالعطاء لا شريك له. العبارة صحيحة. رقم خمسة، نستخدم النعم الباطنة فقط فيما يرضي الله سبحانه. طبعا إجابة خاطئة. رقم ستة، القرآن الكريم هو القول الواضح الحق الذي يفصل بين الحق والباطل. العبارة صحيحة. رقم سبعة، يجوز إمام المرأة للنساء في الصلاة. العبارة صحيحة. يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة. طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. رقم 8، قالك نحافظ على النعم كلها التي أنعم الله تعالى بها علينا عن طريق شكره. العبارة صحيحة. رقم 9، نقرأ سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة في الصلاة الخمس. العبارة صحيحة. رقم 10، قال أرسل الله تعالى جميع الرسل عليهم السلام برسالة واحدة هي التوحيد. العبارة صحيحة. رقم 11، كان موسى عليه السلام يعبد الكواكب والنجوم. العبارة خاطئة. رقم 12، الإسراء يعني السير ليلا والمعراج هو الصعود للأعلى. العبارة صحيحة. رقم 13، والشكر الله تعالى شكر الله تعالى بالجوارح يتم من خلال تأدية الواجبات والفروض والبعد عن المعاصي. العبارة صحيحة. رقم 14، استخدم إبراهيم عليه السلام ذكاءه ليثبت لقومه بطلان عبادتهم للكواكب. العبارة صحيحة. رقم 15، أباح الله تعالى الإفطار في شهر رمضان للمريض فقط. العبارة خاطئة طبعا، للمريض والمسافر. رقم 16، يزيد ثواب صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفرد ب 27 درجة. العبارة صحيحة. رقم 17، قال الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة عند التقائمها بحرف الباء. العبارة صحيحة. رقم 18، يتقبل الله تعالى الشكور القليل من عملنا الخالص المشروع ويجازيه بالكثير والحسنات. طبعا العبارة صحيحة. رقم 19، قال من فوائد صلاة الجماعة في المسجد المواخاة بين أفراد المجتمع. العبارة صحيحة. رقم 20، العمل الخالص للصالح لا يغفر ذنوبنا. طبعا العبارة خاطئة. 21، تعد رحلة الإسراء والمعراج إحدى معجزات موسى عليه السلام. العبارة خاطئة، بدأت سيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 22، حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي مالك لمدة 3 سنوات. العبارة صحيحة. 23، حرف الإخفاء 16 حرفا. العبارة خاطئة. رقم 24، تعد معاملة الناس الحسنة وحسن الخلق والكلمة الطيبة صدق. العبارة صحيحة. 25، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فرض الله تعالى الصلاة على المسلمين. طبعا العبارة صحيحة. رقم 26، أباح الله تعالى الإفطار في شهر رمضان للمريض والمسافر. العبارة صحيحة. رقم 27، اصطحب جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أيام. العبارة خاطئة. 28، الكعبة هي ثاني بيت
بني لعبادة الله جل وعلا في الأرض العبارة خاطئة. رقم 29 من فضل وثواب الحج مغفرة الذنوب والفوز بالجنة العبارة صحيحة. 30 يعد حمل المناع للآخر المتاع للآخرين ومساعدتهم في وسائل المواصلات صدقة العبارة صحيحة. 31 لا تعد المصلحة بين اثنين متخاصمين صدقة العبارة خاطئة. 32 مهدت بيعات العقبة الأولى والثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب العبارة صحيحة. 33 سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق لتصديقه الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة صحيحة. 34 التقى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني عشر من البعثة بسنة بستة من شباب يثرب آمنوا به ووعدوه بدعوة قومهم إلى الإسلام العبارة خاطئة. 35 الزكاة لها مصارف محددة ويجب أن تعطي لأناس محددين العبارة صحيحة. 36 أمر الله تعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يذكر الناس بآياته عز وجل ونعمه وألا يكرههم عليه على الإيمان العبارة صحيحة. 37 لم يبعث الله تعالى رسولنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خاتم الأنبياء عليهم السلام العبارة صحيحة. 38 يؤدي المسلم العمرة في وقت محدد في كل عام طبعا العبارة خاطئة. رقم 39 أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام بتذكير الآخرين بالمعروف أو الصدقة التي قدمناها لهم العبارة خاطئة. رقم 40 النعم الظاهرة هي النعم التي نراها بعيوننا وحواسنا العبارة صحيحة. 41 البراق هي معجزة النبي صالح عليه السلام طبعا العبارة خاطئة. رقم 42 يجب ألا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل العبارة خاطئة. 43 محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء العبارة صحيحة. 44 كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام أهل فصاحة وبيان العبارة صحيحة. 45 الله وحده منعم على الإنسان فقط العبارة خاطئة. 46 كانت الإسراء والمعراج مكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم على صبره ومثابرته العبارة صحيحة. 47 كان عمر بن الخطاب أول سفير في الإسلام العبارة خاطئة. 48 كان والد جابر بن عبد الله من شهداء بدر العبارة خاطئة. 49 الكلمة الطيبة صدقة العبارة صحيحة. 50 الحج واجب على المسلم وغير المسلم العبارة خاطئة. رقم 51 النعم الظاهرة هي كل ما سخره الله للإنسان على سطح الأرض العبارة صحيحة. 52 المقصود بالغاشية يوم القيامة العبارة صحيحة. 53 صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعهم في المسجد الحرام العبارة خاطئة. 54 كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على القبائل والأفراد في موسم الحج العبارة صحيحة. 55 قال لي من آداب الصدقة إخلاص النية لله وأن تكون من المال الحلال العبارة صحيحة. 56 العمرة من أركان الإسلام الخمس ولها وقت محدد العبارة خاطئة. رقم 7 طبعا عندنا اللي هو ايه الحج. 57 الإسراء والصعود لأعلى العبارة خاطئة. 58 أسلم في بيعة العقبة الثانية 12 رجلا العبارة خاطئة. 59 الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام من غير تجديد مع بقاء الغنة العبارة صحيحة. 60 سمى أهل يثرب بالانتصار سمي أهل يثرب بالإنصار لأنهم نصروا الرسول العبارة صحيحة. 61 مصعب ابن عمير هو أول سفير للإسلام العبارة صحيحة. 62 شهد جابر بن عبد الله جميع الغزوات العبارة خاطئة طبعا هو شهد كل الغزوات ما عدا بدر وأحد.
السؤال الثاني ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد، قال لي سدرة المنتهى هي نقط عظيمة مباركة في السماء، جبل ولا بحيرة ولا شجرة؟ طبعا سدرة المنتهى دي ايه؟ شجرة. رقم اتنين، من بنود بيعة العقبة الأولى عدم السرقة، قول الحق، السمع والطاعة للنبي، طبعا عدم ايه؟ السرقة. رقم ثلاثة، يعد الأكل والشرب والقيء عمدا من أركان الصوم، مبطلات الصوم، مباحات الصوم، طبعا ايه؟ مبطلات الصوم. رقم أربعة، لتورع أحمد بالملابس التي لم تعد تناسبه للطفل محتاج، شكر بالشكر باللسان ولا شكر بالقلب ولا شكر بالجوارح؟ طبعا هنا ايه؟ يعتبر شكر بالجوارح. خمسة، فازت منا في مباراة كرة القدم مع فريقها فشكرت الله تعالى قائلا حمدا لله. كلمة حمد لله دي شكر باللسان ولا شكر بالقلب ولا شكر بالجوارح؟ طبعا دي شكر باللسان. ستة، سمع يحيى المؤذن فقام لصلاة العشاء، شكرا باللسان ولا شكرا بالقلب ولا شكرا بالجوارح؟ طبعا هنا شكر بالجوارح. رقم سبعة، أتمت مريم حفظ جزء من القرآن الكريم فاستشعرت فضل الله تعالى عليها، طبعا هنا يعتبر هنا ايه؟ شكر بالقلب. تمانية، عرف طفيل بن عمرو بالبلاغة والفصاحة وكان سيد قبيلة، طبعا ايه؟ داوس. رقم تسعة، امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة الى اليمن، طبعا ايه؟ بالهجرة الى اليمن ولا مصر ولا الحبشة؟ طبعا بالهجرة الى الحبشة لان ملكها ايه؟ كان عادل لا يظلم ايه؟ احد. رقم عشرة، الغنة صوت يخرج من الاف عند النطق بحرفي الميم والنون. السؤال الثالث، قال لي أكمل ما يلي بالكلمات التالية، مسابقته ثلاث، اللسان والقلب والجوارح، أوقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماديا الزكاة والعقبة، وجسديا وصدقة والطائف وعرفة والصلاة والأنبياء والعقبة الأولى، موافقة الجماعة، ذي النون، الطهارة، القرآن الكريم، التبسم، إماما عام الحسن. دي الكلمات اللي احنا نختارها من ايه؟ الإجابات الصحيحة. عندنا رقم واحد، قال لكن لم يقسم الله تعالى بحياة البشر إلا حياة، طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. رقم اتنين، قال النقط تعمل تعادل إخراج 2.5% مما كسبه الفرد من المال كل عام، طبعا دي عندنا إيه؟ الزكاة. رقم ثلاثة، جاء إلى مكة وفد من الرجال لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة اسمها طبعا إيه؟ الطائف، وعنده وعقد معهم ما سمي بيع إيه؟ بيع العقبة. رقم أربعة، بعد فك الحصار عن المسلمين توفى عم وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام طبعا بعام الحزن، وتوفى فيه زوجته وعمه. رقم خمسة، حفظ الله تعالى القرآن الكريم، طبعا ايه؟ معجزة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين. رقم ستة، طلب طفيل بن عمرو من الرسول صلى الله عليه وسلم اي معجزة تعنيه على دعوة قومه، فتحول رأس سيفه الى نور كمصباح، ولهذا لقب بذي النورين. رقم سبعة، جعل الله تعالى ثواب صلاة، طبعا صلاة الجماعة، أفضل من صلاة المنفردة، وتجوز إقامتها في أي مكان بشرط الطهارة. رقم تمانية، من آثار الصلاة في المسجد اجتماع المسلمين، طبعا إيه؟ في أوقات محددة، فيتعلمون الحفاظ على إيه؟ الوقت. رقم تسعة، عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى التقى بجميع الأنبياء وصلى بهم إماما. رقم عشرة، عرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى السماء، وهناك فرض الله تعالى على المسلمين طبعا إيه؟ الصلاة. رقم 11، يجب على المسلم متابعة الإمام في أثناء صلاة الجماعة وعدم موافقته وعدم إيه؟ مسابقته. رقم 12، حثنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ايه؟ طبعا التبسم في وجوه الناس، ويعد هذا الفعل ايه؟ جسديا. رقم 13، الحج واجب على كل مسلم بالغ قادر ماديا وجسديا. رقم 14، مناسك وافعال الحج والعمره متشابهه، لكن الحج يزيد في مناسكه عن العمره بالوقوف طبعا ايه؟ بعرفه.
15 استمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في دعوة أهل ذنون 10 أيام رغم رفضهم إياها. رقم 16 استمرت مقاطعة الكفار للمسلمين لمدة 3 سنوات. رقم 17 يشكر العبد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعطائه طبعا باللسان والقلب والجوارح. عندنا السؤال الرابع سنة رابعة بيقول صل من العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. عندنا العمود الأول، عندنا كلمة الإقلاب، 2 الزكاة، 3 الكعبة، 4 مبطلات الصوم، 5 الإسراء والمعراج. طبعا عندنا الإقلاب اللي هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. الزكاة طبعا دي الركن الثالث من أركان الإسلام، 2 مع جيم. رقم 3 الكعبة طبعا نوصلها مع ألف اللي هي أول بيت لعبادة الله تعالى. رقم 4 مبطلات الصوم طبعا هو إيه؟ رقم هائل هو الأكل والشرب عمدا. رقم 5 الإسراء والمعراج طبعا نوصلها مع دال اللي هي إحدى المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى عمود رقم 2. رقم 1 يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه طبعا دي تؤدي لإيه؟ طريق السعادة. ابقى 1 مع جيم. رقم 2 عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، العبارة الصحيحة صباحا. ابقى 2 مع ألف. رقم 3 من بنود بيعة العقبة الثانية طبعا قول الحق، 3 معها. رقم 4 كان جابر بن عبد الله يجلس للدرس في طبعا المسجد النبوي. رقم 4 مع باء. رقم 5 الصدقة أحسن وجوه الإحسان. يبقى 5 مع دال. عندنا العمود رقم 4. رقم 1 قال ضرابيه مبثوثة، طبعا ضرابيه مبثوثة بمعنى بسط ايه؟ كثيرة ومنتشرة. رقم 2 رفعت طبعا هنا نوصلها مع ايه؟ مرتفعة دون ايه؟ عمد. رقم 3 سطحت، طبعا سطحت بمعنى ايه؟ مهدت او ايه؟ ممهدة. رقم 4 متذكر طبعا وصل بايه؟ مبلغ الرسالة والدعوة. رقم 5 نصبت بمعنى ايه؟ طبعا ثابت على ايه؟ في الارض. رقم 6 لاغية بمعنى كلام غير نافع. ننتقل للعمود رقم 5. قال الصحة والسمع والبصر والتذوق والشم واللمس، طبعا دي من الظواهر من ايه؟ من النعم الظاهرة. رقم 2 دين الاسلام وطاعة، دين الإسلام دين طاعة لله تعالى، طبعا دي من النعم إيه؟ الباطنة. رقم 3 الأمن والأمان، طبعا دي من النعم الظاهرة. رقم 4 الإيمان بالله تعالى، طبعا من النعم الباطنة. رقم 5 الملبس والمشرب، دي نعم ظاهرة. رقم 6 العقل للتفكير والتدبر والتعلم، طبعا نعمة إيه؟ ظاهرة. سادسا قال لي رقم 1 ركن من أركان الحج، ركن من أركان الإسلام الخمسة، طبعا عندنا إيه؟ الحج. رقم 2 تؤدي في أي وقت من أوقات العام، طبعا عندنا هنا إيه؟ العمرة. رقم 3 ليست من أركان الإسلام الخمس ولكن يثاب فعلها، طبعا عندنا هنا إيه؟ العمرة. رقم 4 واجب على المسلم القادر، طبعا دي إيه؟ فريضة الحج. رقم 5 تؤدي في وقت محدد من كل عام، طبعا عندنا إيه؟ الحج. السؤال الخامس قال لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1 يقع المسجد الأقصى في نقط المدينة المنورة فلسطين، مكة طبعا المسجد الأقصى يوجد في فلسطين. رقم 2 ظهرت نتيجة الاختبارات فقال عمر حمدا لله، حمدا لله طبعا هذه شكر باللسان. الحج على نقط على كل مسلم بالغ قادر ماديا وجسديا، طبعا الحج واجب على كل مسلم بالغ قادر ماديا وجسديا. سدرة المنتهى هي ايه؟ شجرة ولا جبل ولا بحيرة؟ طبعا سدرة المنتهى هي ايه؟ الشجرة. المعسر هو طبعا ايه؟ المريض، الكفيف، المدين، العاطل طبعا ايه؟ المدين. كانت بيعة العقبة الأولى في مكة ولا يثرب ولا الطائف ولا خيبر؟ طبعا كانت في مكة. كان جابر بن عبد الله من أهل مكة ولا المهاجرين ولا الأنصار ولا أهل الطائف؟ طبعا جابر بن عبد الله من ايه؟ من الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام
كل سلام من الناس عليه صدقة. معنى سلام هنا ايه؟ طبعا عظام الاصابع في اليد والقدم. حروف الاخفاء طبعا 15 حرفا. في سدرة المنتهى فرض الله تعالى على المسلمين طبعا ايه؟ فرض الصلاة. بيعة العقبة الثانية كانت بعد البعثة في السنة 12، 10، 13، 8. طبعا كانت البيعة السنة هي في امتى؟ في 13 بعد البعثة. عرف بمفتى المدينة، بمفتي المدينة هو طبعا مين؟ جابر ابن عبد الله. الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر ماديا وجسديا، كل ما سبق. طبعا هنا نختار كل ما سبق. في عام الحزن تعرض النبي لمحنة شديدة بوفاة عمه أبو طالب وزوجته السيدة عائشة بنت أبي بكر، حفظة بنت عمر بن العاص، أم سلمة، خديجة بنت خويلد. طبعا السيدة خديجة بنت خويلد. التبرع بالملابس لدار الأيتام، دي شكر باللسان ولا شكر بالقلب ولا شكر بالجوارح؟ طبعا هنا شكر بالجوارح. رقم قال لي ظهرت نتيجة الاختبار فقال الحمد لله، طبعا هنا دي شكر باللسان. أتم حفظ القرآن فاستشعر فضل الله عليه، طبعا هنا ايه؟ دي شكر بالقلب. السؤال السادس يا سنة رابعة بيقول لي ضع خطا تحت كل أحرف الإدغام. عندنا الهمزة، عندنا الباء والميم والراء واللام والواو والنون، دي طبعا ايه؟ ده كده حروف الادغام المجموعه في كلمه ايه؟ يرملون. ضع خطا تحت احرف الاقلاب، طبعا عندنا احرف الاقلاب كنا معروفه ايه؟ حرف الباء. ضع خطا تحت احرف الخفاء، طبعا عندنا القاف والذال والفاء والكاف والشين. كان تحت ضع خطا تحت اداب المسجد، ارتداء ملابس نظيفة والتعطر، الدخول بالقدم اليمنى، التحدث بصوت خفيض، الخروج بالقدم اليسرى. طبعا هنا نختار كل ما سبق. السؤال السابع بيقول لي اجب عن الاسئلة الاتية. رقم واحد كيف يشكر الله عباده؟ طبعا ايه؟ بنسلم بان ايه؟ كل ما لدينا من النعم من الله عز وجل، نستشعر فضل الله على نعمه الكثيرة، ونحافظ على النعم، ونستخدم النعم فيما يرضي الله. رقم اثنين قال ما موقف قريش من الإسراء والمعراج؟ طبعا عندهم ايه؟ موقف قريش انهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه انه ايه؟ يصف لهم بيت المقدس، فصفه صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام وصفا دقيقا، لكنهم رغم ذلك ايه؟ اصروا على تكذيبه. رقم ثلاثة قال من اداب الصدقة، طبعا عندنا اداب الصدقة، اخلاص النية لله، عدم التفاخر او التباهي بالصدقة، ان تكون من المال الحلال، عدم اتباع الصدقة بالأذى، عدم الاستهانة بالقليل من الصدقة، الإصرار في الصدقة تكون ايه؟ سرا يعني. عندنا رقم أربعة قال متى تبدأ مناسك الحج؟ هنشوف معانا جاب رقم أربعة. طبعا بتبدأ مناسك الحج من 8 إلى 12 ذي الحجة. رقم خمسة قال لي ما المقصود بنصاب الزكاة؟ طبعا نصاب الزكاة هو مقدار محدد من المال، بيكون على المال بإخراج 2.5% من مقدار المال. رقم ستة قال لي اكتب نعم الله التي أمرنا بالتفكر فيها. طبعا عندنا نعم الله التي أمرنا بالتفكر بها، هي جميع النعم الظاهرة والباطنة التي نراها بعيوننا أو نستشعرها، مثل الصحة والحواس، الملبس، الصحة، العقل والتفكر والتدبر، والصحة والعلم والرزق. السؤال رقم سبعة قال لي اذكر بعد أعمال الخير التي قام بها أبو بكر الصديق. طبعا عندنا رقم سبعة بعض أعمال الخير اللي تقدمها أبو بكر الصديق، اللي هو إيه؟ ضرب سينا أبو بكر، ضرب سيدنا أبو بكر مثالا، ضرب سيدنا أبو بكر مثالا عظيما للمبادرة إلى فعل الخير طاعة لله، جمع بين أربع منها في يوم واحد، وهي الصوم والصدقة وطعام الطعام والمسكين وزيارة المريض. تمانية قال لي اذكر ثلاثة افعال تقوم بها كل يوم وتعد من الصدقات. طبعا عندنا ايه؟ اماضة الاذى عن الطريق، التبسم في وجه الاصدقاء، اصلح بين متخاصمين، اتصدق بجنيه من مصروفي،
كل هذه ايه افعال بنقوم بها ايه كل يوم. وبكده يا سنه رابعه وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى يكون المراجعه عجبتكم. يا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله يا سنه رابعه هسيب لكم رابط المذكره اسئله واجوبه في صندوق الوصف، حملوها وذاكروا منها وان شاء الله هتدمنوا ال 30 درجه في الامتحان باذن الله، لانها دي نماذج الوزاره الاصليه. وان شاء الله مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. وان شاء الله استنونا في باقي المواد هنزل لكم على القناه. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.